مصر مطالبة إنها تسدد 8 مليار جنيه لصندوق النقد خلال يناير الحالي، وده اللي كشفته بيانات صندوق النقد بخصوص مديونيات مصر. علشان كده بقولك اللي جاي صعب حبتين. مش بس كده، ده الصندوق كشف كمان عن رقم خيالي سددته مصر من ديونها للصندوق، وكمان كشف عن مفاجأة سارة من الصندوق للمصريين. لكن يا ترى مصر سددت كام لصندوق النقد؟ ومصر عليها مديونية كام أصلا؟ وهل ممكن الصندوق يرفع قيمة القرض لمصر؟ كل ده هنعرفه مع بعض، بس خليكم معايا لآخر الفيديو. ومعاكم شروق إبراهيم. خلاص دخلنا على السنة الجديدة، ودخلنا كمان في الكلام الجد، والكلام زاد عن التعويم وزاد من صندوق النقد خلال أول ساعات من السنة الجديدة. ودلوقتي الكل بقى بيسأل، هو وضعنا الاقتصادي رايح على فين؟ ومصر هتسدد كام لصندوق النقد؟ شوف يا سيدي، حسب موقع العربية، بيانات صندوق النقد الدولي قالت إن مصر هتسدد 261 مليون دولار، يعني أكتر من 8 مليار جنيه خلال الشهر الحالي، وده هيكون ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات من المفترض سددها للصندوق خلال 2024. وعلى فكرة مصر كانت سددت 564 مليون دولار للصندوق في ديسمبر اللي فات، عشان يكون إجمالي ما تم سداده حوالي 3.76 مليار دولار. لكن لحد دلوقتي مصر تعتبر تاني أكبر مدين بعد الأرجنتين للصندوق. علشان كده صندوق النقد طلب في أكتر من مناسبة السلطات في مصر بتحرير سعر الصرف للسيطرة على الاحتياطات الأجنبية، خصوصا مع ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي للبنوك لمستويات تاريخية. لكن في الفترة الأخيرة ما بقاش الطلب بتحرير سعر الصرف، لكن دايما كان بيتكلم عن السيطرة على التضخم كأولوية للسياسة النقدية. لا ومش بس كده، ده الصندوق هيرفع قيمة القرض اللي كان اتفق عليه مع مصر، وده حسب مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا، اللي قالت انهم بيدرسوا بجدية زيادة قيمة قرض مصر علشان تساعدها في تجاوز الأزمات اللي بتواجه البلد، وانه حاليا بيتم اجراء محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل اضافي. كمان وكالة بلومبرج قالت ان قيمة القرض الجديد ممكن تكون 6 مليار دولار، لكن بنك HSBC اعلن زيادة حصص الدول الاعضاء 50%، زي ما قال ان المجلس التنفيذي للصندوق ممكن يضيف 8 مليار دولار للتمويل مش بس 6. وده نفس الكلام اللي قاله بنك الاستثمار الامريكي مورغان ستانلي، اللي قال ان سداد مصر الجزء من الديون وزيادة حصص الاعضاء هيزود قيمة البرنامج التمويلي. كمان الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي اتوقع ان صندوق النقد الدولي يرفع قيمة القرض المخصص لمصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال طريقتين. الطريقة الأولى هي موافقة الصندوق على صرف قرض اسمه الصلابة والاستدامة، وده هيكون لمصر من صندوق الاستدامة التابع ليه، وده قيمته 1.3 مليار دولار مع زيادة قيمة القرض نفسه، علشان يكون إجمالي قيمة التمويل من 3 مليار دولار ل 4.5 مليار دولار و 5 مليار دولار كمان. أما الطريقة الثانية فهي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على رفع الحد الأقصى لتمويل مصر لأكثر من 7 أمثال حصتها في رأس مال الصندوق، اللي وصلت ل 2.8 مليار دولار. لكن ده مستبعد إلى حد ما، لأن هيكون صعب تقدير قيمة الزيادة في الحالة دي. ودلوقتي قولنا توقعاتك بخصوص قرض صندوق النقد، وشايف إن ممكن فعلا قيمته تزيد لمصر؟ مستنين رأيكم في التعليقات.